Herzlich willkommen in die Elfia Deutschland. Hier können Sie die deutsche Sprache Schritt für Schritt und auf einfache Weise lernen. Heute sprechen wir darüber, wie man die deutsche Sprache lernen kann. Lassen wir uns beginnen. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. هنا LDL تعليم اللغه الالمانيه. هنا تقدروا تتعلموا الالماني بطريقه سهله وبسيطه خطوه خطوه. النهارده هنتكلم عن سؤال مهم جدا ناس كتير بتساله: ازاي اتعلم الماني؟ ناس كتير بتبقى حابه تتعلم اللغه الالمانيه بس بتلاقي صعوبات كتير جدا، لان معروف ان اللغه الالمانيه مش لغه سهله، هي لغه صعبه، فعايزه استراتيجيات معينه علشان الواحد يعرف ينجز فيها. طيب السؤال ده ينفع اذا كان الشخص بيدرس في معهد، بيدرس مع شخص معين، حد بيدرس له، او لو كان دراسة ذاتية، الواحد بيشتغل على نفسه بس. فهنجاوب على السؤال ده من كذا جانب. يلا بينا نبدأ. اول سؤال لازم نعرف اجابته كويس جدا: ايه هي مكونات اللغة علشان نعرف نشتغل عليها كويس؟ اي لغة، خاصة اللغة الألمانية أو أي لغة تانية، بتتكون من أربع حاجات، هي hören، hören يعني استماع، lesen، lesen يعني قراءة، schreiben، schreiben يعني كتابة، sprechen، sprechen يعني الكلام أو التحدث. في اللغة بيبقى في حاجة اسمها مدخلات ومخرجات، input وoutput. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة لازم تعرفوها ايه هو الانبوت. الانبوت اللي هي في اللغة الهيرن، الاستماع، والليزن، والقراءة. طب والاوتبوت ايه هو؟ الشرايبن والشبراشن. يعني ايه الكلام ده؟ انا حاسس ان الدنيا تلعبكت شوية. لا، الموضوع بسيط جدا. علشان اعرف اتكلم في اي لغة كويس، واعرف اطلع مخارج الحروف صح، واعرف استخدم الحاجات اللي بيستخدموها المتحدثين اللغة اللي هي اللغة الام نفسها، لازم اسمع. مش هعرف اتكلم من غير ما اسمع. دي حاجات لازم تعرفوها كويس جدا. طب علشان اعرف اكتب، يعني اتعلم الكتابة ازاي؟ لازم اقرأ كتير. القراية هي اللي بتقوي الكتابة، والاستماع هو اللي بيحسن النطق. وطبعا مش عايزين ننسى الفوتشاتس، الثروة اللغوية، والجراماتيك، والقواعد. دي اساسيات اللغة الالمانية. السؤال اللي قلته ده مهم جدا جدا، سواء كنت مبتدئ في اللغة او خدت جزء كبير في اللغة. لان انا مثلا لو انا لسه مبتدئة، فانا بحاول اشتغل على كل جوانب اللغة عشان اتحسن فيها. ولو انا مش مبتدئة ودرست اللغة بقالي فترة، فلازم اشوف انا ايه واقعه فيه واشتغل عليه ازاي. انا واقعه في النطق، يبقى اشتغل على الهيرن علشان احسن النطق بتاعي. انا واقعه في الشرايبن، في الكتابه، يبقى اقرا كتير. طيب السؤال الثالث هو: ادرس الالماني فين؟ يعني انا دلوقتي عايزه اتعلم الماني، وفهمت ان ايه مكونات اللغه، وفهمت حاجات كتير، انا بقى عايزه اطبق الكلام ده. تعليم اللغة الألمانية يا إما بيتم، أو تعليم أي لغة تانية، بيتم من خلال يا إما المعاهد المتخصصة، أو مثلا private courses، courses خاصة، يا إما عن طريق التعلم الذاتي، وده بيبقى عن طريق يا إما الكتب، يا إما الفيديوز، أو في حاجات كتير. وإن شاء الله ممكن في الفيديوز اللي جاية نتكلم فيها عن إيه المعاهد اللي بتدرس اللغة الألمانية في مصر، وإيه هي المميزات بتاعتها وإيه العيوب. لكن النهاردة عايزين نركز على إزاي أتعلم ألماني. فسواء كنت بتدرس اللغة الألمانية في معهد، دراسة أكاديمية مع شخص، أو لو كنت بتدرس اللغة الألمانية مع نفسك ذاتي، فالتبس اللي أنا هقولها لك دي أو الملحوظات مهمة جدا جدا وعن تجربة. يعني أنا كان في حاجات كتير غلط كنت بذاكر بيها، ودي كانت مقصرة إن أنا مش عارفة أتطور بسرعة، ولما وصلت للطريقة الصح حرفيا فرق معايا جدا. طيب حد يجي يقول لي مثلا: هل انا كده امسك الكتاب طب اذاكره ازاي، او اعمل ايه بالذات لو انا بذاكر لوحدي؟ اول حاجه انا ببدا من اول صفحه، تمام؟ بدات مثلا من لكتيون 1 اللي هو الدرس الاول، في ايا يكن انهي مستوى، انا بتكلم في العموم في الدراسه في اللغه الالمانيه، بمسك صفحه صفحه. ده عن تجربه، انا بقول لك تجربتي دي فعلا فادتني كتير، وفي حاجات انا هقول لكم ايه هي الغلط ان انتوا تتفادوها بعد كده في المذاكره. انا بمسك اول صفحة، بطلع منها اول حاجة، ببقى جايبة كشكول تاني، بطلع كل الكلمات اللي انا مش عارفاها، وما طلعش الكلمة لوحدها،
لان دي مشكله كبيره قوي. انا كنت بعمل كده في البدايه والموضوع ده ضرني جدا، لان انا كان في حاجات كتير مش عارفه استخدمها ازاي في جمل. فاحسن حاجه سواء من اول الاينس لغايه التي اينس لغايه اي مستوى في اللغه الالمانيه، لما اجي احفظ الكلمه اول حاجه احفظها بالاداه واحفظها بالبلغال الجمع، وكمان اطلعها من بالجمله اللي هي فيها، ما الفش جمله من دماغي وما احطهاش كده، لا اجيب الجمله اللي هي كانت موجوده في الكتاب، لان انا ممكن استخدم جمل من دماغي اصلا تكون ترجمه حرفيه وغلط. مثال على كده ايه، انا مثلا عايزه اعرف كلمه يشرب شوربه، شوربه يعني دي زوبو، وعايزه اقول يشرب ترانكن، فهقول لو انا هفكر كاني لسه في البدايات خالص هقول ايش ترانك زوبو، وده غلط، لان في اللغه الالمانيه الزوبو اللي هي الشوربه بتعتبر من الماكولات، فيقولوا ايش اس زوبو، انا باكل شوربه. فطبعا انا الكلام ده هعرفه منين؟ هعرفه من الحاجات اللي انا هدرسها وحاجات اللي انا هقراها اطلعها بالجمله بتاعتها. انا طلعت فعل اسن فطلعه معاه ان هو فيه زوب مثلا في الدرس، طلعت زوب اطلع معاه هنا اسم مش ترينكن. فالحاجات دي هي اللي بتعرفني الكلمه دي استخدم معاها فعل ايه، والفعل ده استخدم معاه اسم ايه. الحاجات دي مهمه جدا جدا، يعني دي اهم حاجه في اللغه الالمانيه، ان انا لما اجي اذاكر ما اطلعش الكلمه لوحدها، ما الفش جمله من دماغي، لا انا اخد الكلمه بالاداه بالبلوغال بالجمع بتاعها بكمان الجمله اللي جايه فيها في الكتاب بس. فزي ما قلت لكم احنا هنذاكر، هنجيب الصفحه نطلع منها الكلمات زي ما اتفقنا الاستراتيجيه بتاعه حفظ الكلمات ازاي، وبعد كده هنترجمه. طيب احنا كده شرحنا ازاي اذاكر، هل كده خلاص؟ لا، احنا زي ما خدنا في اول الفيديو ان اللغه الالمانيه او اي لغه فيها كذا جزء وفيها مكونات اللي هي الاربعه الهيرن والليزن والشخايبن والشخايشن، لازم اشتغل على كل ده. انا كده في الكلمات اشتغلت على الفوتشاتس اللي هي الكلمات او الحصيله اللغويه، اشتغلت على الجراماتيك اللي هي القواعد، اشتغلت على الليزن القرايه، برضو الشخايبن لسه شويه بس نقول في البدايات لسه، اهم حاجه ناسينها او حاجتين الهيرن والشخايشن. اول حاجه بالنسبه للهيرن، في قنوات على اليوتيوب بتبقى كويسة جدا، بيبقى فيها كذا سلسلة على حسب المستوى، زي ايه؟ زي دويتش فيلا. دويتش فيلا كويس جدا جدا، قناة على اليوتيوب برضو حط لكم اللينك بتاعها. دويتش فيلا احسن حاجة فيها ان اول حاجة اللي بيتكلموا فيها بيبقوا نيتيف سبيكرز، يعني بيبقوا لغتهم هم المان، فبالتالي هتلاقي النطق الصح فيهم. طيب وايه كمان المميزات بتاعة دويتش فيلا؟ ان هي مقسمة الفيديوز بتاعتها لسلاسل، سلسلة الـ A1، سلسلة الـ A2، الـ B1، من الـ B2 للـ C1، فالحاجات دي بتبقى كويسة جدا، ان الواحد بيدخل جوه القناة وبيدور على النيفو بتاعه اللي هو المستوى بتاعه وبيختار الحاجة اللي تناسبه، فبتبقى اصلا الفيديوز بتاعتها صغيرة خالص، بس احلى حاجة فيها ان انا بسمع، فالمفروض ان انا على الاقل 2 فيديوز او 3 فيديوز في اليوم علشان احسن اللغه بتاعتي. طيب الاكسبريشن هعمل فيه ايه؟ احاول بقدر الامكان اللي انا اسمعه اردده. انا لو جيت قريت حاجه في الكتاب مش هقراها كده بعيني، لا اقراها بصوت. ومثلا انا خدت كلمه جديده هدخلها اما في جوجل او في ارابيك او في اي قاموس ناطق واسمع الكلمه بتتقال ازاي علشان ارددها وراها. وطبعا مع السمع من دويتش فيلا ومن كذا حاجة تانية هي اصلا هيظبط النطق عندك. فبالتالي ان انا اردد في ابليكيشنز كتيرة زي هالو او سبيك، بيبقى فيها تشات ما بينك وما بين حد تاني مثلا الماني او نمساوي او ايا يكن شخص بيبقى اللغة الام بتاعته الماني، وهو بيبقى مثلا عايز يتعلم لغه تانية، فبيبقى في تبادل ثقافي او تبادل لغات، ده بيبقى كويس جدا جدا، فانتوا ممكن برضو تستفيدوا منه. يبقى كده علشان اتعلم الماني كويس لازم امارس اللغه في كل مكوناتها، علشان ما بقاش مثلا بكتب كويس وما عنديش استماع ولا شبخشن اللي هو ولا كلام او اي حاجه، لا انا لازم اوازن ما بين كل مكونات اللغه، سواء فوتشاتس حصيله لغويه، جراماتيك قواعد، شرايبن ليزن سبريشن هيرن. يتست
sind wir am Ende dieser Lektion. Vielen Dank für Ihr Zuschauen. دلوقتي وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو مهتمين باللغة الألمانية من أول الـ A1 لـ C1, please share, like and subscribe. ولو في أي اقتراح على أي حاجة ممكن نعمل عليها فيديو, please comment. ما تنسوش تبصوا تحت في الديسكريبشن, هتلاقوا اللينكس اللي انا قلت لكم عليها في الفيديوز, وهتلاقوا لينك الانستجرام ولينك الفيسبوك, بننزل عليه بوستس او مقارنات ما بين الفورتشاتس او حاجات كده مفيده. ابقوا اعملوا لنا فولو ولايك. أوفيدرزين.